السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في شركة جير اب، شركة حلول المهارية للسيارات كمالياتها المحدودة، احدى مجموعة شركة عبد اللطيف جميل. وهذه الشركة هنا متخصصين، كنت قبل فترة بدور على شركة متخصصة باكسسوارات عالمية، وفي نفس الوقت عندهم ضمان على التركيب، مو يعني ما هو شغل صيني. فوجدت هذه الشركة، وبصراحة جماعة ما قصروا، طلبت اني اصور ورحبوا جنو يعني الصالة، قالوا تحت امر الجمهور تعال صور زي ما تحب واعمل ما بدالك وشوف الامور كاملة زي ما تحب قدام عينك. حناخدكم اليوم تشوفوا معنا. السلام عليكم. كيفك سيد؟ ايش اخبارك؟ كيف صحتكم؟ امورك بخير؟ انا اشكرك انك يعني قبلت سؤالنا وانه نصور عندكم وما قصرتوا، جزاكم الله الخير. الله يشرف مقدارك. الله سيدي، اول شيء لو سمحت عرفنا اسمك الكريم. معك نعيم الطويرب، مدير معرض قرب. ونعم فيك نعيم، ونعم فيك. نعيم، انا اول شيء حابب اشكركم، لانه بصراحه انا كنت بعاني من مشكله اول، انه بحاول ادور على محل اكسسوارات، شفت كثير صيني تايواني، وانا كنت بدور على شيء محدد، فكنت دائما اتعب عبال ما اجيبه من برا يستحمل وسعره فيه، وكمان عبال ما اجيبه سمعت انه انتم ما شاء الله غير انكم موكله لها بتركبوها وبتدوا ضمان سنتين زمان. نعم اخوي حسن، احنا بنعطي ضمان على كل قطعه بتركبها عن طريقنا، عن طريق قرب. واللي عاجبني ما عندكم ولا حاجه صينيه ولا حاجه تايوانيه ولا شيء، كل الاسماء العالميه اللي هي في الفاشن وفي موضه الاكسسوارات، من اكبر الاسماء اللي هنا معروفه شايفها عندكم موجوده، جميعها منتجات عالميه. نعم، وما شاء الله انتم روكر الحصريين حقونا. اكيد. طيب الان انا اسلمك كمان، برضو سمعت حاجه ثانيه حلوه، انا كنت ريحني لانه كنت اجيب الاشياء دي معايا في الشحن معايا من برا او اشيلها في يدي، واذا ما طلعت كويسه ارجع قيمه الشحن ثاني مره لهناك، عشان ابعث لي واحده ثانيه اغلى مما قيمتها نفسها، فاحيانا اضطر اخليها عندي واروح اشتري واحده ثانيه. فانتم بتدوا ضمان على التركيب حوالي سنتين زمان؟ بنعطي ضمان على التركيب تقريبا سنتين. ممتاز. طبعا يختلف من سياره لسياره، والاكسسوارات تختلف من موديل لموديل وحسب رغبه العميل. ممتاز. كيف مواعيد الدوام عشان المهتمين ورغبانين يصير يعرفوا يجوكم هنا؟ اكيد تشرفني اخوي حسن في اي وقت، انت والاستاذ الحضور ان شاء الله. مواعيد الدوام فترتين، احنا الفتره الصباحيه من 9 صباحا الى 12:30، والفتره المسائيه من 4:30 الى 9 مساء. حلو. طب الان انت الخمس ايام في الاسبوع مش كده؟ ست ايام في الاسبوع، احنا برضو مداومين يوم السبت، احنا فقط لا غير، المعرض مقفل يوم الجمعه فقط ما شاء الله. خدمتكم احنا ان شاء الله ست ايام في الاسبوع. ممتاز. على حد فهمي اذا ما فهمت غلط، انتم الان المعرض مبتدئ في جده، وان شاء الله في خطه توسعيه لمناطق ثانيه في المملكه ان شاء الله. الخطه قريبه ان شاء الله، فروع جديده في خارج جده في المملكه، وان شاء الله في الخليج. ممتاز ممتاز بإذن الله. شكرا لك، خليني الحق اقعد العب شويه اصور انا. تحت امرك المكان. والله يكرمك يا رب. خذ راحتك. تسلم تسلم سين، الله يرضيك. شكرا حبيب. شكرا. في عندنا هنا اضاءه صدام حديد حق المناطق وعره مع زاويه دخول في الرمله احسن بكثير من اولاني، تصفيح تحت الماكينه، عندنا ونش للسحب، عندنا لمبات اضاءه زي هذه، شركه مشهوره البي اي اي حقت الراليات، سباقات الراليات وعمليه الاوف رودنج يعني للرمله والطعوس. عندنا هنا الرفارف بلاستيك قاسي، جنوط، كفرات رمله، وعندنا كمان اسلمكم مساعدات رياضيه زي ما باينه تحت هنا. واحده من الاشياء الحلوه الخيمه هذه حقت التخييم، عندنا فوق مرفوعه حمايه عشان لو واحد بينام برا طالع كامبينج بينام تخييم خارج البيت، لا سمح الله لو في ثعابين او اي شيء بيكون في حمايه فوق اكثر، انه موجود من اي حيوانات مفترسه أو غيرها. وعندنا هنا الله يسلمكم السنوركل حق هذا اللي بيخش في مثلا في انهار، في بحر، في مويه، في سيول، في امطار. طبعا ما ننصح بكلمه سيول ابدا، لكن داخل في مويه مرتفعه عشان لا تطفي عليه ساره، بيكون عزل كامل لمدخل الهواء في الماكينه، فما تطفي عليه، فبتاخذ الهواء هنا من فوق من قدام وبتوصله لغايه الماكينه، ويكون عزل كامل من المويه فما تطفي على السياره. قطعه صغيره ورخيصة ما هي غالية، وبتحمي الماكينة انها لا سمح الله يعني ايش لاي واحد غاوي يطلع في موية او في رملة او في مطر او شيء زي كذا، بتحمي له الماكينة حماية كاملة. هذه التويوتا جي تي 86، وعندنا هنا كيت من شركة تي ار دي، تويوتا ريسنج ديفلوبمنت، فريق التطوير حق تويوتا. سبويلر خلفي، عفوا امامي سفلي كامل، كشافات جانبية، جنوط خفيفة مفتوحة،
هنا عاملين الجنوط بخط احمر كمان من جانب تركب عليها. كاضافه للي حابب يركب عليها الزيق بلون السياره. عندنا قطعه دي الله يسلمك تتركب في الباب هنا من الجيم، يسموها دور السيبرايزر، فتثبت الباب فيصير حتى الباب ما يهتز ولا يلقلق ولا يطلع اصوات ولا ازعاج، خصوصا السيارات هذه كثير بيستخدموها في نواحي رياضيه ودريفتنج او غيره، فمع الاهتزازات والفايبريشنز يصير هذه نوعا ما تقلل الاحتكاكات، يصير الباب كده ممسوك قطعه واحده بدون اي صوت وبدون اي ازعاج. في عندنا زر حق التشغيل حق السياره الله يسلمك ويسلمك، بدل ما مفتاح تشغيل صار زر تشغيل البوش باتن كمان. كمان من ضمن الاشياء اللي تساعد على ثبات السياره عندنا الانتي سواي بارز، القضبان ما زال يتارجح، معموله من كاربون فايبر برضه كمان تي ار دي، وزنها خفيف مره ومعموله هنا سبحان الله، شوفوا كيف بيساعد على تثبيت السياره ومنع الاهتزازات او انه نقل الوزن من اليمين للشمال، مما ممكن يحط ضغط اعلى على ناحيه واحده من كفرات حقت السياره فيختلف التوازن، فهنا بخلي السياره اثبت بكثير. وعندنا كمان هنا غطاء لزيت الماكينه عليه بعلامه تي ار دي. الله يسلمكم اللي هي الشركات اللي اخذين وكالاتها كلها اسماء معروفه، في المبردات، في قطع الغيار، في الاكسسوارات، في للبودي، لداخلية السيارة، لعملية الطعوس، وهنا عندنا كمان باقي الشركات. عندنا هنا كت عندنا كت رياضية موجودة للإكزس 570 الجديدة مع شكمان رياضي، هذا الكت تجي القطعة تجي وصلتين أمامية وخلفية. وهنا عندنا شكمان رياضي كمان راكب عليها، بيساعد في شويه في رفع العزم حق السياره، خروج الهواء اسرع وصوت اجمل شويه. عندنا من الشبك من شركه ام 1، والاضاءه دي حقت الكشافات ال اي دي من اقوى الكشافات ال اي دي في العالم في شركه ريجيد، ما شاء الله تقلب الاضاءه في الليل في الصحراء، تقلب الاضاءه ملاعب رياضيه، ملاعب كره قدم. شوفوا حجم قديش ما شاء الله حجمها. هي سكوتشي عندهم برضه هنا زي نشوف مثبت للجوال النافيجيشن، هنا برضه تكون كلها بالماجنت، هاي كواليتي جودتها عاليه. وعندنا هذا الله يسلمكم اللي هي حتى سماعات ضد المويه للرمل، هذه ما شاء الله واحده من سيارات الرانجلر معدله بشكل يعني ثقيل، عندها ما شاء الله تعليق رياضي، جنوط وكفرات حقت رمل مع تعليق مرتفع ليفت اب كيت، صدام حديد مع ونش، حمايه برضه على اللمبات الاماميه من الحديد من الحجار من الطائره، رفارف بلاستيك. عندنا اكرمك الله دعاسات حديد، عندنا كمان حمايه للسقف في حاله الانقلاب، في قفص حديد موجود عليه فوق بالكامل عشان لو انقلبت السياره على سقفها لا سمح الله ما السقف يطبق على اللي موجودين جوا، لمبات الاي دي كامله. ان شاء الله نشوف حجم الكفرات كمان شنو، صدام خلفي حديد مع حامل الكفرات. هذا عندنا الـ F-150 صدام حديد اضافي عليه من فوق مع لمبات الاي دي، شبك ام 1، جنوط كفرات رمله مع تعليق رياضي وليفت اب كيت، ليفت اب كيت اللي هي القطعه عشان ترفع تعليق السياره كلها فوق بالكامل، وتجي مقاسات حسب الارتفاع المطلوب. ما شاء الله شوف ارتفاعه كيف كانه باص. هذه عينات بعض العينات من الاوناش والاشياء الثانيه اللي رايح تركب على السياره، مساعدات رياضية، تعليق، روافع،
مول هنا بطارية كهرباء، عندهم كمان بطاقة شمسية شواحن، هذا عشان الرمل واحد غرز يقوم تطلع يطلع السعر فيها. هذا اللي تحط على السقف صندوق. عندهم شيء حلو انه الصينيين يسموه كونفجريتر، طاولة عبارة عن شاشة كمبيوتر تقعد تبني سيارتك فيها، فتختار السيارة اللي انت حاببها. نبتدي من هنا السيارة. الان عندنا السيارات الله يسلمكم، نبتدي من هنا عفوا، استخدم هذه الاثنين لان ماسك الكاميرا شوية. الان في عندنا هقرب لكم الصورة اكثر، عندنا الاف جي، عندنا تويوتا الربع، عندنا عفوا عندنا الرانجلر، عندنا الفورد ال 150، وعندنا التويوتا ال 86 جي تي 86. اوكي خلينا نبتدي، مثلا هاخذكم سامبل من هنا ومن هناك نوريكم اياه. نفترض ابتدينا بالسياره دي، ومن هنا تبتدي تشوف الزوايا قبل التركيب وبعد التركيب حق السياره، تشوف الزوايا صراحه شيء جدا ظريف. الان مثلا هذا لون تعديل كمثال بسيط، عندهم اللون الاخضر حق الجيش. نخش على الاكسسوارات. الان من ضمن الاكسسوارات مثلا نبي نركب اللمبات، خلينا نشوف السياره من قدام. انا ركب اللمبات، شيل الكشافات الإضافية، ركبها، التعليق حق السيارة، عندنا الروف راك، عندنا السك الستورج، عندنا سنوركل. سنوركل الآن زي ما احنا شايفين كل ما بنضيف قطعة على السيارة اهو طالعوا، كل ما بنضيف قطعة بتركب معانا وبتتحرك معانا. فهنا بتشوف شكل السيارة ما تقدر تتخيلها، بيوروك هي بشكل ممتاز انه كيف فعلا شكل السيارة وهي فيها. الآن مثلا من الجنب الخلف، خلينا نغير السيارة مثلا، نخش على نطلع من تويوتا شوي، نخش على الجيب كمثال بسيط. اخترنا اللون الاحمر، نجيب السيارة من قدام، نخش على اكسسوارز، نقول بسم الله. هذا ما شاء الله طبعا الجيب عندها دائما اقول لها اطنان اكسسوارات، ما قلناها غلط. شوف كمثال بسيط اقعد نركب ونلعب شوية. وكمان الحلو هنا اللي بيوري لك الله يسلمك الكيت اللي هتركبه كم سعرها، بحيث انك انت ممكن تنتهي انك تطبع الفاتوره، يطبعوا لك هي على طول الفاتوره وتروح تدفع كده جاهزه بدون ما تتعب. لا انا قلت القطعه دي، لا ما قلت القطعه دي، كيف شكلها، ما شفت شكلها، ما تخيل شكلها كده. اهو قدامك كل شيء اهو واضح بشكل يعني ما في اي زي ما يقولوا اي اختلاف او اي نقاش انه لا والله ما ظنيتها كذا، ظنيتها ما كنت عارف. هذا كمثال بسيط. خلينا نرجع مثلا للاف جي كمثال بسيط، نختار مثلا نفترض لون اصفر او لون احمر لون ازرق مثلا. الان نجي زي ما احنا شايفين هنا كامل الاكسسوارات اللي نبغى نركبها على السياره، ما شاء الله تبارك الله، يعني عندهم كميه اكسسوارات رهيبه. الان سنرجع ثاني مره، مثلا نجيب السياره من قدام، نجيبها من الجنب، نجيبها من الخلف، عندك صوره كامله لشكل السياره. هذا حلاوتها، تريح العميل يلاقي كل شيء قدامه، واذا حابب يبعثها بالايميل الله يسلمك عنده سنت تو ايميل، او اشتري وحتطلع له الفاتوره كم. ونرجع ثاني مره عفوا نرجع ثاني مره. فبصراحه حاجه جدا حلوه مفيده ومريحه الناس، يعني اعتقد كلمه جير اب جايه حلوه فعلا. واحد جيرنج اب في الاكسسوارات، وجيرنج اب في السياره نفسها، وجيرنج اب في الجيم كله. ختاما اتمنى قدرنا ان شاء الله نديكم اليوم فكره كامله متكامله عن عالم اكسسوارات السيارات، الجير اب، مفهوم مختلف، كونسيبت مختلف. انا عاده كنت اطلع برا ادور على الاماكن هذه، اضطر اسافر لدبي او انا مسافر في اي مكان في الخارج اروح على الاماكن هذه، او بجيبها اونلاين مختصه وبجيب اللي ابغاه. فهنا ما شاء الله جمعت كلها بمكان واحد، وكمان مع التركيب حيبان معنا ان شاء الله بعدين على قدام كيف ادائهم، لكنها كفكره من البدايه اعتقد انها حاجه جدا حلوه وشيء ممتاز، بتسهل على الجمهور انه يلاقي اللي يبغاه في مكان واحد بضمان هنا، بدل ما يطلب من برا، اللي يعرف يطلب يطلب، واللي ما يعرف ما يلاقي، هنا يلاقوه كله في مكان واحد تحت سقف واحد. شكرا لكم متابعتكم، وان شاء الله لتجارب ثانيه كثير ومشاهدات ثانيه كثير. شكرا لكم.